السلام عليكم ورحمة الله. ذكر صحيفة ذا صن البريطانية بأن أنطونيو كونتي أنهى مسيرة دييغو كوستا المهنية من تشيلسي في نص من 27 كلمة صريحة بأن قال له أنه لم يعد موضع ترحيب في النادي. مدرب تشيلسي كونتي أبلغ هذا القرار المفاجئ لنجمه المهاجم في رسالة مذهلة أرسلت عن طريق الهاتف المحمول.